هو حضرتك فعلا مسمي كمان ابن حضرتك محمود الجوهري اسم مركب تأثرا بالكابتن الراحل محمود الجوهري؟ لاني كابتن محمود مش مدرب، يعني دي مش اشاعه، مش مدير يعني فني. دي لا مش لا لا شائعه محمود يعني ده حقيقي. وكان هو يعتز بيه جدا، واحنا ساميه هانم بالنسبه لينا يعني كانت تعتبر برضو صديقه للمدام، ولاني وكمان شريكه الكفاح. يعني لا كمان لا ده ده شريكه الكفاح، واحنا بنسمع. وانا عايزه اوجه لها تحيه، لان انا عارفه ان هي قاعده بتتفرج النهارده على الفقره الخاصه دي اللي احنا بنهديها لروح كابتن محمود الجوهري، فانا بحييك من البيت الكبير. بس فاتفضل. انت عارفه سامية هانم، انا مثلا احنا في سفريه وسامية هانم هو عامل لها برنامج تسجل، حبيبتي تقعد تسجل ماتشات. طبعا لو مكالمات ما كابتن علاء نبيل قال لنا تسجل ماتشات عشان هو اما يرجع من السفريه حبيبتي يبتدي يشوفها وبيشتغل عليها ويقيمها وياخد ملاحظاته ونقاط قوه. كان يعني رغم الامكانيات الميديا ما كانتش زي دلوقتي، انما كان دايما سابق عصره، دايما بيفكر خارج الصندوق. ده حقيقي، ده 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 الجنرال العظيم محمود الجوهري. فسامية هانم لا لها دور عظيم جدا، سواء في تربيه الاولاد وان هو ما يبقاش في عنده اي عبء حواليه، سواء حتى في المسيره الكرويه. هي بقت من كتر ما محاشراه بقت كرويه وبتفهم كوره. دي حقيقه تفهم كوره جدا. وفعلا وراء كل رجل عظيم امراه. وعلى فكره اعظم اعظم بس حتى لا يعني ما ننساش.